الآن بدي أعمل دالة بسيطة وأجرب لك عشان ما تمل، أجرب لك إياها على تطبيق، بعد هيك أكمل لك في باقي الدوال. بدي أعمل دالة بسيطة جدا بتجيب لي عدد الصفوف اللي موجودة في الجدول، يعني كم عنصر تخزن بترجع لي إياه. فبدي أعمل دالة بابليك بدها ترجع لي مثلا، خلينا نقول لونج على سبيل المثال لأنه رقم، بدي أسميها جيت كارز، جيت مثلا كارز كاونت، مثلا هات لي عدد السيارات او جيت كارز نمبر اللي بدك اياه. اول شغله بدي اجيب مؤشر على الداتابيز، خذها قاعده، اي تعامل مع الداتابيز لازمك مؤشر على الداتابيز. اس كيو لايت داتابيز دي بي بيساوي جيت ريدبل ولا رايتبل، هنا ما بدي اخزن، هنا بدي اقرا قراءه، فبقول له ريدبل داتابيز، جيت ريدبل داتابيز. كيف بدي اجيب العدد تبع الاعمده؟ باكثر من طريقه. ممكن تقول له بكويري، تحكي له سيلكت كاونت وتحدد له التفاصيل هذه في كويري خاصه بجمله الكاونت، لكن في حاجه اسهل من هنا، من السيلكت او من الكويري موجوده ومجهزينها في كلاس اسمه داتا بيز يوتيل. داتا بيز يوتيلز هذا الكلاس في اكثر من شغله ممكن تستخدمها، شغلات حلوه وظريفه، لكن انا بدي استخدم لك داله منهم اسمها كويري نم انتريز. دالة اسمها كويري نم انتريز، يعني هات لي عدد الانتريز، انتريز معناها ريكورد او صف او مدخل في جدول، هات لي نم كويري نم انسرتس. ايش الداتابيز اللي بده يشتغل عليها؟ اللي هي الدي بي هذه. ايش اسم الجدول اللي بدك تجيب عدد العناصر اللي موجوده فيه؟ بدك تجيب مثلا جدول الكارز، فبحكي له كارز كار تيبل نيم. لاحظ هنا ممكن تحط سيلكشن وسيلكشن ارجيومنت، هذه اسمها سيلكشن وسيلكشن ارجيومنت اللي هي الموضوع الوير كلوز، ممكن تقول له وير كذا وتحدد التفاصيل، يعني انت بدك تجيب عدد عناصر بعد جمله الوير، يعني هنا بدل ما تجيب العناصر كلهم وتجيب تفاصيلهم، لا هنا ممكن تقول له بدي عدد العناصر اللي الاي دي تبعهم اكبر من كذا، ممكن، تمام؟ فهذه الداله شو بترجع لك؟ هاي الداله بترجع لك لونج، وبتاخذ اللونج هنا وبترجع لي، يعني هنا قول لي ريتيرن اللونج هذا مباشره. فصارت هاي الداله بترجع لك بكل بساطه عدد الاعمده اللي موجوده في التيبل، يعني لو هنا بدك تقول له السلكشن بدك تقول له مثلا الاي دي مثلا بيساوي كذا، وهنا تقول له نفس القضيه اللي هو نفس فكره الارجيومنتس هذه تعرفها هنا وتبعتها، فبصير بالضبط كانه هنا هيجيب لك. طبعا هنا يعني احنا بنحكي لو بدك تعمل، انا مش مجهز الكود اني اعمله لانه ما فيش له لزوم، انا مش عامل حساب اني اعمله، مثلا هيك هيك لو بدك تعمل، فكانه بالضبط قلت له روح هات لي عدد الريكوردز اللي الاي دي تبعهم بيساوي الاي دي هذا مثلا على سبيل المثال. لو انت حابب تعمل هيك اعمل، لو حابب تجيب عدد كل الاعمده او كل المدخلات بدون اي شرط تستخدم اللي هو اسم الداتابيز و اسم الجدول اللي بدك تعمل عليه العمليه وبتعمل ريتيرن. الان هنا بدي اسميها ارجاع عدد الصفوف في جدول معين، تمام؟ هاي الثلاث دوال صاروا جاهزين عندنا، الان بدي انقل للاكتيفيتي وابدا اطبق الكلام هذا بمثال حي عشان افرجيك هل تمت العمليه ولا لا.